عبر راديو ام بي اس منتابع نحن وانتو لقاءاتنا الصباحية وبرنامجنا باستقبال دكتورة ديانا خوري. دكتورة ديانا، صباح الخير. بونجور، كيفكم؟ الحمد لله، اهلا وسهلا فيكي. بدنا اليوم من حضرتك نستفسر عن موضوع الفاكسان خاصة الفاكسان الرشح. يعني في كتار بيعملوه، في كتير ناس ما بيهمها أو بتعتبر إنه ما لازم تعمله. طب شو بيقول بالنسبة لهذا الموضوع؟ صراحة هلأ كل منظمة الصحة العالمية عم تنصح إنه ينعطى هيدا الفاكسان ابتداء من عمر 6 شهور، وما في تفضيل على أي فاكسان من التاني، أي نوع شركات يعني. هلأ أكيد في لازم نرجع نوضح إنه هيدا الفاكسان هو في 3 أنواع لقاحات موجودين نعم بالعالم. نعم هلأ على صعيد لبنان الموضوع بيختلف شوي. أمم بتعرفوا اللقاحات هو بينعطى ليقوي مناعة الجسم لتقدر تقاوم الفيروس يلي هو الإنفلونزا. أمم فقبل ما نفضل ذكر أنا عن الإنفلونزا فيروس، هو دايما لازم نعرف قبل ما نحكي عن الفاكسينات إنه الإنفلونزا فيروس موجود بنوعين، أمم في الإنفلونزا A وإنفلونزا B. نعم الفاكسين اللي انعمل اللي موجود هو بالعالم موجود يا 3 أصناف، بيغطي 3 أصناف يا بيغطي 4 أصناف. هلا من انفلونزا ايه كلنا سامعين بال H1N1. نعم انفلونزا ايه فيها نوعين، H1N1 و H3N2، والانفلونزا بي كمان صار فيها شريحتين هلا موجودين بالعالم، فيكتوريا والياماغاتا. بقى هلا كرمال الفاكسان واللقاحات، في 3 أنواع بالعالم عيال للفاكسانات اللقاحات معمولين، يعني بطريقة الفبركة تبولتهم معمولة ب3 طرق معينة. ف على أساس هول العيال الموجودين بيصيروا الانديكاسيون يلي يعني هن الشروط كيف بنعطي الفاكسان ولمين بنقدر نعطي ولأي أعمار. فالأعمار بتختلف حسب عائلة الفاكسان، الطريقة المصنعة فيها الفاكسان. إذا بدكم رح أذكر شوي كمان، رح أوضح أكثر لما ضيع لنا. اوكي الفاكسينات هن معمولين ب3 طرق. في نعم قسم الفاكسان اللي اكثر شيء مشهور واللي معتمد هو المعطل يلي هو الانكتيفي، يلي هو بيكون الفيروس موجود بس خلص ميت، بينعطى بالجسم وبصير الجسم يعطي ما يعمل مناعه عليه بينعطى هيدا اسمه انكتيفي. اوكي كل نوع ثاني صنف هو اللي مصنع اعاده مصنع معمول اسمه ريكومبيننت. النوع هذا بيكافح الثالث، كل أنواع الفيروسات. يلا هلا بس افسر عن هول أوكي الفاكسينات لنرجع نحكي شوي عن نعم الفاكسين الموجود بلبنان. والثالث هو المخصص اللي في الثانية. أمم هلا ليش في 3 انواع؟ هول اللي حسب يعني حسب الطريقة اللي تفبرك. هلا اللي موجود بلبنان هو اللي عم بفوت على لبنان، يعني هلا طلع على المطار، هو الانكتيفي اللي هو ميت. هذا موجود هلا حاليا على المطار، في يومين بيفوت على لبنان، هو فاكس جريب يعني. هيدا شروط الاعطاء تبعولته بينعطى 6 شهور وطلوع، مم. ما في كونتر انديكاسيون. بلا في الكونتر انديكاسيون للاشخاص اللي بيعملوا حساسيه كبيره عليه وخاصه حساسيه على البيض، او بيكون عندهم جيان بيعملوا مثلا سمح الله انعملوا جيان بري من بعد ما اخذوا هذا الفاكسان. بقى اللي موجود بلبنان هو الفاكسي جريب، رح يكون في منه نوعين كمان، فاكسي جريب وفاكسي جريب تترا. ليش تترا؟ تترا هو بيغطي ال4 شرائح من الفيروس، من 4 شرائح من الانفلونزا فايروس. نعم هيدا ما رح يكون عنده كونتر انديكاسيون، فما العالم بس لازم تخاف، رح ينعطى 6 شهور وطلوع. بس الكونتر انديكاسيون يعني المنع عليه رح يكون على اذا عنده حساسيه على البيض، ام اذا عنده حساسيه سابقا على هيدي الانواع، حساسيه فعلا عاليه جدا وخطره، يما اذا عملوا ديان بري ام مريضين بفتره المرض تبعهم عاملين حراره في هالحالة بيتأجل الفاكسين. نعم. طيب أي نوع هو النوع يلي ممكن يكافح كل أنواع الفيروسات؟ هنا هلا من سنتين 2016 صار في نوع التترا يلي هو الرباعي. قبل كان عم بيجي الفاكسيجريت او غير شيء او غير فاكسينات، كانوا عم بيغطوا 3 شرائح يلي كان بيجي من عندهم H1N1 H3N2 الانفلونزا بالفيكتوريا، كانوا عم بيغطوا 3. من سنتين زادوا الرابع يلي هو الياماغاتا، هلا صار بيغطوا 4، وعالميا كل واحد بيستعمل يا 3 يا 4، اكيد 4 احسن.
لانه بيغطوا الاربع شرائح. فاذا اخذوا نعم. للعيار خلص انه بيكون غطى الاربع شرائح نعم الموجودين، هو التترا الربع يعني. هلا بلبنان رح يكون في الربع وفي في اكيد الثلاثي، نعم الربع اكيد افضل. طيب دكتوره، باي وقت لازم ينعمل هذا الفاكسان؟ باي وقت من السنه؟ هل مزبوط بيقولوا انه ايلول هو الشهر المناسب؟ يعني هو اهم شيء المنظمه الصحه اكيد تنصح انه ينعط قبل اخر تشرين الاول، لازم يكون منعط للواحد يلحق حاله. يعني بده وقت هلا لحتى لازم عليهم. نعم بده وقت لحتى يشتغل بالجسم ايه، يعني. لانه بده جمعتين. مظبوط، بده بده جمعتين جمعتين. بنعطى عيار واحد. الاولاد تحت 8 سنين اجمالا عم بينصحوا ينعطى عيارين، يعني العيار بيكون اكيد مخفف يعني نصف جزء، وبيكون اشباسين في فرق بيناتهم 4 اسابيع. يعني عشان هيك بينصحوا انه ينعطى اكثر ما يمكن للولاد. يعني هلا اول ما يوصل على جمعه الجاي الولد تحت 8 سنين لازم ينعطى اول عيار، وبعد 4 اسابيع يرجع ينعطى العيار. نعم. الكبار بياخذوا ابره واحده. طيب اذا هالقد الفاكسام مهم يعني بحياتنا، ليش مش مفروض علينا؟ ليه ما بيفرضوه علينا مثل ما بيفرضوا الفاكسينات اللي بتنعمل للبيبيات مثل هلا الشلل وغيرهم؟ يعني ما زال هالقد مهم وحتى يمنع عنا الجريب وهيدي المشاكل الصحية اللي بتصلنا من وراء الجريب؟ هلا هن بينصحوا فيه، يعني هو دائما بينصحوا فيه. هلا هم منه مجبورين، لانه في عالم بتبقى مناعتهم بتقدر تقاوم الانفلونزا، يعني بيعتبروا الانفلونزا اذا صابتهم ما رح انه بيقدروا يقاوموا. في بعض الاشخاص هلا ما بي يعني الانفلونزا كثير مرات لبعض الاشخاص تكون مميته، خاصه الاطفال وخاصه الكبار في العمر واللي عندهم مشاكل صحيه اصلا على بعض، او مشاكل بالرواية، مشاكل ربو، مشاكل المدخنين، هول كثير بيتعرضوا للانفلونزا وفي ممكن عن جد تموتهم، لانه الانفلونزا بالاول بتيجي كفيروس، بعد جمعه بيلقط بكتيريا بتجي عليها، فبصير في التهاب كبير بالرواية، وياما الكبار بالعمر بيتوفوا. الصغار الشباب اللي ما عندهم مشاكل صحيه بيقدروا يتغلبوا على الانفلونزا، بس بدهم جمعه ليقدروا يطلعوا من الانفلونزا، جمعه تعطيل عن الشغل، حرارة، ايه يعني هيدا هيدي العوارض يلي بتصاحب الجريب. طيب حضرتك دكتورة ديانا خوري، بتنصحي كل الناس انهم يلجأوا للفاكسان؟ اكيد، لانه منظمة مش انا اللي بنصح، منظمة الصحة العالمية صح انه ينعطى الفاكسان لفوق 6 شهور، خاصة للاشخاص اللي بنرجع من عيد اللي عندهم مشاكل تباز، يعني اللي عندهم مشاكل صحيه او اللي عندهم ضعف مناعه، حتى الحامل بينصحوها انه تاخذ الفاكسان، او اللي عارفه حاله بدها تصير حامل لازم تاخذ الفاكسان، وما في كونتر انديكاسيون للحامل. برجع من عيد انا عم بحكي هلا عن صنف واحد من الفاكسان، نعم اللي حيفوت على لبنان، يعني هو الفاكس جريب، يعني لا هو الوزاره موافقه انه يفوت، هو نرجع بنقول ميت معطل، غير انه في اصناف اللي في الثانيه ما نعرف هيدا في، ما فينا نعطيه للحامل او ريكومبيننت، ما فينا نعطيه، اللي موجود اللي راح يفوت على لبنان فينا نعطيه للحامل لانه معطل. وفينا نعطيه للاشخاص اللي عندهم ضعف مناعه، واللي اشخاص اللي عندهم مشاكل كبيره لا سمح الله، او مشاكل نرجع من عيد ضغط، امراض قلب، رواية، يعني حتى الاولاد اللي بياخذوا مثلا لسبب معين اسبرين، اذا اخذوا عن الانفلونزا نعم يعني بيتفاقم جسمه. قديش بضل مفعوله للفاكسان داخل الجسم؟ سنة، سنة يعني بضل بغطي الشرائح فترة اللي رح سنة. تيجي بهذا الموسم. نعم. مش لانه هو مفعوله، انما هي كل سنة بتغير الفيروس بيعمل ميتاسيون، فبيتغير الجين تبعولته يعني شكله، فشو بيصير مثلا ليه بيتاخر ليوصل؟ لانه بمطرح ما بيصنعوه بيكونوا اخذوا الشرائح، يعني هلا بيكون اخذ مثلا فات على امريكا او شيء، هذا الفيروس بيكون اخذ الشركه صنعته للفيروس ظبطته وموتته وحطته بفاكسان وودته على العالم. نعم نعم كل سنة بتغير الفيروس، مش كل سنة بدنا نغير الفاكسان وننطر ليش الثاني. نعم.
أنا بدي أتشكرك كتير دكتورة ديانا خوري، ميرسي شكرا إلك. لك وشكرا على حبيبتي. هالمعلومات يلي أفدتينا فيها اليوم. بتمنى لك أوكي. بقية النهار حلو. شكرا. ولا ألف كمان ميرسي إلكم.